مدفع الفطار اضرب. تخيلوا ان مدفع الفطار ارتبط برمضان بالصدفه جدا. بيقول لك ان كان في واحد من الجنود بينظف مدفع قبل الفطار في رمضان، فانطلقت من المدفع ده قذيفه بالغلط قبل اذان المغرب على طول، وسمعها سكان القاهره كلهم. فافتكر الناس وقتها ان ده تقليد جديد الوالي عامله علشان ينبههم بوقت الفطار، فراحوا تاني يوم للوالي علشان يشكروه ويطلبوا منه انه يخليه تقليد مستمر طول ايام شهر رمضان. مين الوالي ده بقى؟ في ثلاث روايات. في رواية بتقول إن اللي حصل ده كان في عهد الوالي المملوكي خوشقدم، ورواية تانية بتقول إن ده كان أيام محمد علي باشا، ورواية تالتة بتقول إن ده كان وقت الخديوي إسماعيل. طب أنتوا عارفين إن مدفع الفطار ده ليه اسم تاني؟ اسمه مدفع فاطمة. مين هي فاطمة؟ في روايتين. الرواية الأولى بتقول إن فاطمة هي زوجة الوالي خوشقدم، وبيقال إن الناس لما راحت تاني يوم علشان تشكر الوالي ما لقيتوش في القصر، فقابلوا مراته اللي هي الحاجة فاطمة، وطلبوا منها إنها تقنع الوالي إنه يخلي التقليد ده مستمر طول أيام شهر رمضان، ولما حصل كده فعلا سموا المدفع على اسمها. الرواية التانية بتقول إن فاطمة هي بنت الخديوي إسماعيل اللي عجبتها جدا فكرة انطلاق مدفع الفطار قبل أذان المغرب في رمضان، وهي اللي أقنعت والدها الخديوي إسماعيل إنه يفضل محتفظ بتقليد مدفع الفطار كل رمضان.